السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنرسم ملامح الوجه بالفحم، وهنعرف ازاي نستخدم الفحم وخطوات كتير قوي يعني للمبتدئين واللي ما بيعرفش يشتغل بالفحم. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واعمل مشاركة، وان شاء الله انزلك فيديوهات اكتر عن الرسم، وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتنا اول باول. انا بستخدم قلم فحم ستيدلر، يعني في انواع كتير جدا. انا برشح لك الستيدلر او الفحم اللي هو السوفت، حاجه اسمها ستابيلو. هبقى انزل فيديو لادوات الفحم وكل ادوات الاحتراف، هيبقى فيديو مستقل. علشان تشتغل ممكن تشتغل بقلم بودره وتستعمل الفرشه، او تستخدم قلم دمج عادي وبتعمل يعني تدريج كده، او تعمل خطوط بره زي اللي انا عاملها بره دي، وتقص منها بالقلم وتبتدي تحط التظلات بتاعتك على حسب اللي انت عايزه. طبعا بتوقف القلم في الاماكن اللي هي اللي محتاجه تحديد او دقه شويه، والاماكن اللي هي الواسعه بتبتدي تنيم القلم شويه. حساسية جدا وعايز هدوء كده، لأن أي لمسة فيه بحساب، مش بتعملي وخلاص. طبعا هنا زي ما قلنا قبل كده بنعوص، مش بندخل. أنا كل شوية أنسى وبحط القلم، فمش بتحط القلم خالص غير في الأماكن الغامقة، كله من اللي بره. أنا عملت بس كده شوية تظليل بره كده، أخد منه زي بودرة الفحم. لو معاكي بودرة بتغني عن اللي أنا عملته ده برضه. لو مش عارفه البودره بتتجاب منين، إيه ممكن بالقلم بتطلعي شويه كده تبتدي تشتغلي بيهم. يخلص معاك احط تاني. شايف السمك اللي بيطلع من تحت ده؟ هنا في لسعة، لسعة الدور. التانية هنا زايدة شوية، وهنا برضه. ببتدي اظلل كورة العين اللي هي البيضة، بعمل ظل من هنا غامق افتح، يعني مثلا ايه 2-1 او 1-0 على طول. الدرجات اللي ما بينها ببتدي احط الخطوط، خطوط الغامقة انت المفروض عارفة هي موجودة فين. اثناء الرسم، اثناء التظليل، ممكن انا وانا برسم عملت البقره دي مختلفه عندي، فابتدي اعدل، لان التظليل بيبين لي اكتر الاخطاء في الرسم. ما تشتغليش على يعني على طول، شوفي ممكن تعدلي حاجات وانت شغاله. ممكن هي جت مني غامقة سنة، بس ممكن انتي او بحرف الاستيكة لو انتي معاك الاستيكة اللي هي العادية دي.
كل عين برضو على حسب شغلها يعني، على حسب تفاصيل العين اللي انا شغال فيها. ممكن اعمل الانسجة اللي فيها بالشكل، ابتدي ادمج وانضف التظليل بتاعي في الفحم. بيكون في تعالى يا باشا اتفضل، اعمل ايه؟ ببتدي انا دلوقتي تقريبا قربت اخلص الجزئية بتاعت العين، عايز اعمل تفاصيل كده من هنا جانب بتاعت العين، عايزها ناعمة. ممكن تستخدمي منديل او تستخدمي الجزء النظيف اللي في القلم ده. نعم، كنت من شوية بقولك الفحم بيطلع مني خشن، فلازم تسيحيه كله، ما تسيبيش القلم. اعمل خطوط كده، بعمل بطانة للحاجب، وبعد كده ببتدي اعمل. خد بالك الحاجب ممكن تعمليه بالفحم، في فحم اسمه اويل ده سوفت، الفرق ان التاني بيبقى، شفتي قلم الالوان الخشب الاسود زيه كده بالظبط، وبيلزق على طول يعني، الخط التاني مش بيتسيح زي ده. برضو هعمل بطانة وادمجها، تمام، وارجع تاني اعمل عليه. حاولي بقى تلف القلم، علشان ما انت لما بتعملي شعراية بيبتدي الخط يتخن عشان القلم بيتبري، فببتدي اعمل خطوط كده. ببوز القلم وببتدي اسيح الخطوط اللي انا عملتها بنفس الاتجاهات الخطوط بالظبط، متغيرهاش عشان يبان بالشكل ده. في كذا طريقة لرسم الحاجب بالفحم، ممكن بعد ما اخلص بقلم فحم ابيض واعمل خطوط تانية فوقيها. طيب لو انا عايز اعمل الخطوط دي بقلم يوني بن مثلا، شايف انا جبتهم منين؟
عايزة تطولي الرموش براحتك. انتي متدربة على الرموش قبل كده وعارفة الحاجة دي. عايزة تعملي الحاجة بنفس الطريقة برضو فوق البطانة اللي انا عملتها. نبتدي بقى. ممكن في اماكن تحتاج غامق شوي، نبتدي بقى اعمل الاجزاء بتاعت المناخير طبعا بنفس الطريقة. ممكن ادمج كل ده واعمل لسع الضوء بالجومة في الاخر. هنا انا بعمل دي واطية ببتدي ادرب، وهنا برضو Thank you.
في أماكن غامقة بتبقى دي الجزئية دي داخلة جوه وبدمجها، واضغط على القلم كذا مرة عشان انا مش عايزه يبان ان هو اسود، ظل بس غامق كده. في لسعات ضوء هعملها على البق، على الشفة مثلا اللي تحت او اللي فوق، هتديني واقعية اكتر. ممكن اظلل بطريقة الشعر كده او بالاتجاهات بتاعت الشفايف. ايه يا حبيبي انت بتطلع في كل الفيديوهات.